كل أجر يا صاحب الزمان أنت المعز هالليلة. قمت للباب أنا مخصوص هالأبيات أريد أشيلها، هي أنشدها الشاعر وين؟ في حرم أمير المؤمنين، قاعد بالصحن الشريف وموجه وجهه إلى الشباك الطاهر وهو يقرأ هذه الأبيات، فقام إليه أحد الحاضرين قال له يا شيخ خفض صوتك لا يسمعك الإمام وأنت تقول هذا الكلام. قال له اقعد اقعد مكانك، هي اللي أرادت السمع هالكلام هذا. قمت للباب لكن ما علي حجر. معذرة من السادة أول. والله قمت للباب لكن ما علي حجايا، يا أبحث بي الرجس من لذت خلف الباب، عصرني وسقط المحسن. يا علي يا علي يا. أفاقت من غشوتها على صوت ضعيف يحاكيها من على عتبة الباب، أريد أتوسد بحضنك ليش أتوسد الأعتاب، أنا من لحمك ودمك دشيلي جسمي على التراب، كفاني بنزلتي أسمع بدال الزغرة صيحة والاستقبال مو جفين حدر جتني الطيحة، يم حسين لحقيني قبل لا